المشروع هذا كان انطلاقا من ايماننا بالحاجه الملحه انه الناس تلقى منبر نتاع توصل به صوتها نتاع الانقطاعات المتكرره الماء اللي عمال وين تزيد معنا من عام لعام. ما كان يقص في الصيف بركه توا ولا من بعد ولا من ابريل توا سنه من جانفي واحنا نرصدوا في الانقطاعات وتنجموا في الموقع تشوفوا عدد الانقطاعات اللي صارت من ثلاثة شهور هذوما. وحاجة أخرى زادة اللي جمعية نوماد 08 تم برشا بالبرمجيات الحرة وتم برشا بأهمية التكنولوجيا في خلق آليات ووسائل جديدة ولا بدائل نتاع دفاع على الحقوق البيئية واقتصادية واجتماعية ولا أي حق معناه أنه نعرف أهمية التكنولوجيا في في في, في الدفاع على الحقوق هذه. جت الفكرة معناه أنه نعمل موقع مبسط أنه المواطن يكون فيه معناه هو المبلغ على الحالات نتاع انقطاعات الماء أو الحركات الاحتجاجية أو التسريبات نتاع المياه. وإيمانا منا زاد بأنه المسؤولية مشتركة ماهيش مسؤولية شركة التوزيع واستغلال المياه بركة، حتى المواطن زاد عنده مسؤولية على خاطر المواطن بما فيهم أنا مقصرين معناه كي نتعدى قدام فويت نتاع ماء أو ولا نتعدى معناه عندي ما مقصوص عليا نقول مثال اش يرجع في الليل ولا يرجع غدوة ماهيش باش تطول الحكاية. أما الحكاية كي تولي متكررة يلزم نتحمل مسؤوليتنا الكل معناها كسواء عن طريق الموقع نتاعنا واتشواتر بوانتيان او حتى معناها السوناد ما نخلوهمش معناها يخدموا خدمتهم عندهم سيستم تاع بي عندهم سيرفيس كامل لاهي بالحكايه هذه يلزم نبلغوا. وزاد الحاجه الاخرى خلتنا معناها نخدموا المشروع هذا انه لاحظنا انه برشا ديفويت نتاع ماء وبرشا انقطاعات نتاع ماء السوناد ما في بالهاش بها. معناها انا عندي بار اكزومبل مثلا في فردي ثم فردي فما فويت نتاع ماء عندها ثلاث سنين وين ما يكلموا السوناد يقول لك ما عندناش معناها معناش معلومة انه فما عندنا جعب متعدية من غادي. وقت اللي السوناد ما توصلش تمتريزي الفويت نتاعها اللي موجودين عندها مدة هنا المشكل. يلزمنا وسيلة ضغط احنا ما هكا نعتقدوا انه المشروع نتاعنا هذا باش ينجم يكون وسيلة ضغط صغيرة تنجم تكبر معناها بالامبليكاسيون نتاع المواطنين ولا نتاع مكونات المجتمع المدني في المشروع هذا تنجم تكبر تولي وسيلة ضغط كبيرة وتنجم تكون بديل زادة.